طوبى للذي حبوته بالفهم بحسب محبتك يا رب، لأنك لا تتنحى عن الذين يحبونك. لا تتنحى عني أيضا يا رب حتى لا يهلكني الشرير. بحسب صلاحك ترأف علي أنا الواهن، وامنحني مغفرة خطاياي الكثيرة، لكي أمجد صلاحك أنا أيضا وجميع الذين أرضوك. ترأف يا رب بحسب صلاحك، ارحمنا جميعا نحن الذين رفضنا حقك، لأننا فشلنا في حفظ كلمتك، لأننا لو حفظناها لكنا قد نلنا الخلاص. أنا أيضا قد رفضت وجميع أمثال هؤلاء الناس، بل حتى أكثر منهم، ومع ذلك اجعلني أهلا بحسب نعمتك لأنال غفران الخطايا وأرجو الخلاص بقوة هذا الغفران. بالمحبة تأملت يوما كلمتك، اجعلني أهلا لأهتف سويا مع الأبرار هذا التسبيح من البركة. السبح للذي رحمني، المجد للذي غفر لي، فالأعالي تباركك والأعماق تعظمك، كل الأشياء تجلك، لأن كل شيء قد خلق بك، كل شيء يفيض تسبيحا لك أيها الرب رؤوف القلب. عندما ترى متع الحياة انتبه لئلا تشتتك، لأنها تخفي أشراك الموت. كذلك لا يلقي الصياد بصنارته بدون غاية، كطعم صنارة يستعمل العدو خداع الشهوانية ليثير الشهوة، لكي يصطاد بالتالي نفوس الناس ويخدعها لنفسه. إن النفس التي تم اصطيادها لتخدم إرادة العدو ستخدم آنئذ كشرك لنفوس أخرى، لأنها تخفي وجع الخطية بمتعتها الظاهرية. حين تمارس الفضائل لا تغتم بالأتعاب الممارسة، إذ لا يمكن أن توجد فضيلة بدون تعب. عندما تقاسي التعب ارفع عينا نفسك، فلا ترتد عن أي عمل وأنت تتأمل ذلك الفرح العلوي. أتعاب الأبرار تحصد ثمر الحياة، لكن أتعاب الخطاة مليئة بالهلاك. انضم إلى الأتعاب السابقة وانسحب من الأخيرة. تجنب الأتعاب العقيمة التي لا تثمر ثمرا صالحا. تألم من أجل الله آلام الحياة الحاضرة، فلا يكون رجاؤك في القديسين باطلا. إن الذين يتعبون من أجل أمور باطلة في الحياة يجدون ليجعلوا الذين يتعبون من أجل الله متعثرين، حتى لا يواجهوا الأمثلة التي تدين ضميرهم. لكنهم بفعلهم هذا لا يفعلون سوى زخرفة أكاليل المجاهدين ذوي الضمير الحي. التزم موقفا متواضعا حتى لا تخسر ثمار الأعمال الصالحة، فإن طرحتها فستحصى مع الذين يتعبون باطلا. هل تريد أن تصير حارسا لنفسك؟ انسحب من كل مكان نحو ميناء أمين، حتى لا تسرق الأفكار الشهوانية سفينتك وتحملها. إن أردت ميناءك آمنا فسوره بمتاريس لا يمكن أن تهزها عاصفة الأهواء، وإلا فسيصير ميناءك مكان غرقك. إن وجدت الكلمات الشهوانية مكانا في نفسك فستجرها كما بصنارة نحو الشر، نحو هاوية الخراب. تجنب الاجتماعات المفسدة للنفس، فستنعم نفسك بالسلام على الدوام. إنه واجب أن نشكر الصالح الذي خلص جنسنا من العبودية للشرير ومن الموت، والذي عقد سلاما بيننا وبين حقك السامي
الذي نهينه بخداعنا، مبارك رؤوف القلب الذي طلبنا رغم أننا لم نطلبه، الذي ابتهج بخلاصنا وأعطانا صورة عن كيفية ضلالنا وعودتنا في مثل الخروف الضائع. صرخ الوريث والابن وأعاد طبيعتنا التي ضلت، لقد مات ونهض ثانية وسر محافل الأرواح بإعادتنا وبدفعنا إلى التوبة. عظيمة بصورة لا توصف هي المحبة التي أظهرها محب البشرية، فمن نسلنا اختار شفيعا وبه عقد سلاما بين العالم وعظمته. لقد صنع الله عجيبة جديدة في الإنسان، عظيمة لنا ولكل الخليقة، لأنه جعل جسدنا هيكلا وملأه بما يحترمه الكل. هلمي أيتها الكائنات الأرضية والسماوية، تعجبي وانذهلي بهذا العطاء العظيم للكرامة، لأن نسلنا قد رفع إلى علو الألوهية الذي لا يقاس، لترتل السماء والأرض وجميع ما فيهما تسابيح معنا للواحد الذي عظم نسلنا، لأنه جدد صورته فينا ومسح خطايانا وأعطانا اسمه وأخضع كل الأشياء لنا. إن الذي رفعنا فوق كل الأشياء يستحق كل نوع من التسبيح من الذين يكرمونه، لنرتل كلنا بصوت واحد تسبيحا له وللآب الذي أرسله وللروح القدس. قدوس قدوس قدوس، مبارك الذي بمشيئته الصالحة اختار أن يضع نفسه ويخطب الكنيسة المقدسة لنفسه. إن نورك يا يسوع ربنا قد سطع فوق الخليقة وبدد ظلام الضلال، فليشع نورك الآن في نفوسنا أيضا. يا يسوع ملكنا، أنت النور الحقيقي، خلصنا من كل الأفكار الهدامة التي تزعج نفوسنا، عندئذ نسبحك بذهن نقي يا ابن الآب غير المنظور، لأنك النور الحقيقي. الويل لي، أية تعزيات ومسرات مهيئة لنا، إنما لا يوجد من أحد قد تعب من أجل الخلاص، ولا من أحد يشتهي أمورا كهذه. بدل ذلك نحن نفضل ما هو جاهز ومؤقت وزائل، حتى إننا لا ندخل ذكر هذه المسرات الأبدية في الذهن أبدا. أي عمى، أي خداع شيطاني. الويل لي، أية عذابات معدة لعقاب الخطاة مثلي الذين يعيشون بإهمال. ما من أحد بيننا يخاف ويرتعد بكلمات جوفاء، نكرر ما تعلمناه، نسر بأهواء الجسد لأننا مقيدون بها كما بسلاسل حديدية. ما من أحد يحاربها، بل بالحري نحن المقيدون نبتهج. يا لخدع الثعبان النجس المهلك تماما، كيف سود أذهان كل الناس بحيث انحرفت أفكارنا، ونحن نحب الهلاك أكثر من الصالحات الآتية. هلموا لنوجه قلوبنا نحو الانسحاق، فنبكي أمام الرب نهارا وليلا. تعالوا لنتذكر تلك الساعة وحتميتها فنذرف دموعا بانسحاق. تعالوا لنتذكر تلك المسرات الفائقة التعبير والوصف ولنجعل قلوبنا منسحقة. تعالوا لنتذكر العرش الرهيب المخيف والخزي الذي ينتظرنا عندما نقف أمامه ونحن سنندب على أنفسنا. هلموا لنتذكر كيف سيشع الأبرار مثل الشمس، وكيف سيكون الخطاة
مثل السخام على قدور محترقة، لنكن غيورين في الأعمال الصالحة بعد أن نجعل قلوبنا منسحقة. هلموا لنثبت أنفسنا في مخافة الله لنصير مستحقين للبركة الأبدية. هلموا لننطرح أمام الله بانسحاق وبساطة قلب، لأنه صالح ورؤوف القلب ويخلص الذين يتوبون. لنتوسل إليه ليدخلنا إلى ملكوته، ملكوت البركة التي لا توصف، التي لا نهاية لها. أيتها السيدة العذراء أم الله الكلية البركة والنعمة من الله، أميلي أذنك واسمعي كلماتي التي تنطق بها شفتاي المدنستان الملوثتان. لا تنبذيني أنا البائس، لا تداعيني أنا خادمك غير المستحق أن أهلك بالكلية، بل استعملي صلواتك الوالدية لشفاء نفس التعيسة التي تحطمت بأهواء الشريرة بدون رحمة. لقد حطمها العدو الشرير بخطايا الشهوة ومرغها بالوحل، لهذا لا أجرؤ أنا المملوء من كل نوع من الخزي. ليست لدي الشجاعة لأسأل محب البشرية إلهي الصفح عن جملة خطاياي وشفاء قروح العضالة، لأني دنست هيكل جسدي بشهوات رديئة، أثقلته بجملة نجاسات. لقد عطلت حواسي بأعمال شائنة، هكذا لا أجرؤ على الوصول إلى السماء بيدي وهما ملوثتان بمساع خبيثة. لهذا أنا البائس والخليع، أخضع ذاتي لرأفتك التي لا توصف أيتها السيدة الطاهرة، فليس لي ملجأ آخر إلا أنت يا من هي وحدها تعزيتي ومحامية الجاهزة. إني أضع رجائي فيك، لا تهجريني، إن ابنك المولود الوحيد يقبل تضرعاتك، إنه يبتهج بشفاعتك وهو جاهز ليستجيب لصلواتك من أجلنا. لا تنبذيني أنا البائس جدا، فلا تبتر بذاءة أعمالي رحمتك التي لا حدود لها يا أم الله. اقبلي هذا التضرع غير الكفوء، وبصلواتك الوالدية اجعليه مقبولا لدى ابنك وإلهك، ليمنحني الملكوت السماوي وأنا أسبح وأبارك الآب والابن والروح القدس. من لا يتفجع علي أنا الذي أهملت الملكوت السماوي من أجل مسرات هزيلة، جاهلا النار الأبدية. وإذ أحط نفسي بالأهواء بددت سلامة نفسي وصرت مثل الوحوش غير العاقلة. في وقت ما وجدت نفسي غنيا بالعطايا، أما الآن فقد بلغت محبة فقر الأهواء. لقد صرت غريبا من الفضائل ورحلت إلى أرض فساد بعيدة، إني نصف مائت، لدي مجرد أثر ضئيل من الحياة فيا، لأني على هذا النحو باختيار الطوعي، فأني لا أستطيع حتى رفع عيني نحو الرب الرؤوم. نوح علي أيها المباركون والأبرار، لأني ممسك بقبضة الأهواء والخطية. نوح علي أيها النساك، أنا الشرها والشهواني. نوح علي أيها الرحماء والمتعطفون، أنا المقصى الفؤاد وسبب الحزن الكثير. نوح علي يا مسر الله،
أنا الساعي لإرضاء الناس، نوحوا علي يا من بلغتم الوداعة، أنا النزق والغضوب، نوحوا علي أيها المتواضعون، أنا المغرور والمتعجرف، نوحوا علي يا من بلغتم عدم قنية الرسل، وأنا المتعلق بالأشياء المادية والمثقلة بمحبتي للممتلكات، نوحوا علي يا من تتأملون الدينونة التي ستأتي بعد الموت، أنا الذي أؤكد أني أتذكر الدينونة لكني أتصرف بخلاف مقتضياتها. صلوا يا قديسي الله من أجل نفسي التي تنتفض بكل أنواع الأهواء، ساعدوني يا قديسي الله بمقدار ما تستطيعون، لأني أعلم أنه إن تضرعتم إلى الله محب البشر فستمنحون كل شيء من يم رأفته. وعلى غرار إلهنا المحب للإنسان، هكذا أنتم أيضا حينما أتضرع إليكم أنا الخاطئ، لا تنبذوا تضرعي، إذ لا جرأة لي على الصلاة إليه بنفسي بسبب جملة خطاياي. دوركم أيها القديسون هو أن تشفعوا في الخطاة، دور الله هو أن يرحم الذين ييأسون. يا قديسي الله، صلوا إلى الملك من أجل المسجون، صلوا إلى الراعي من أجل القطيع، صلوا إلى الحياة من أجل الجثة، لكي يعير يده ليساعدني ويقوي نفسي الوضيعة في وهنها. أجثو أمام حنو رأفتك يا سيد الكل، اقبل صلاة خاطئ، حل نفسي التي تضعف في مرارة الخطيئة، أعطني شرابا أنا العطش من ينبوع الحياة وأرشدني في طريقها، كسيد لي أنقذ عبدك من الأسر لأتحرر من العبودية للأهواء المخزية التي شبكت قلبي، ليدركني حلوك قبل أن أنجر إلى الجحيم سويا مع الذين يفعلون السيئات. في ذلك الوقت سيتضح كل ما أفعله الآن في الظلام. الويل لي، أي خزي سيشملني عندما يراني مدينا الذين يظنون الآن أني بلا لوم، عندما يرون عندئذ كيف أهملت أنا التعيس الأعمال الروحية وتعبت من أجل الأهواء. الويل لي يا نفسي، لماذا شمس ذهنك مكفهرة بضباب الأهواء، ولماذا لا يختفي هذا الضباب عندما تشع أشعة النور؟ لماذا تسمحين للأهواء بجرك إلى الأرض؟ ولماذا فضلت القيود على الحرية؟ لقد جعلت الرداء الذي حاكه الله لك غير صالح للاستعمال وغير أهل للعرس الملكي، لقد سلمت ذاتك طوعا إلى الخطية وعبدت ذاتك لعدو الحياة. ماذا ستقولين للقاضي في يوم الخوف والرعدة ذلك؟ استردي حواسك طالما الوقت متيسر، وما تزالين أمة أفكارك، وما يزال ذهنك يعمل طالما توجد حركة قائمة بعد في جسدك، وما يزال الأمر ممكن للنعمة أن تلمس قلبك، وما يزال باستطاعتك ذرف الدموع المطهرة. قفي بجرأة ضد الأهواء وبمساعدة الله قارعي جليات ببسالة، أسرعي، لا تضعي لصا يسبقك، لا تدعي زانية تصل إلى المدخل قبلك، لا تدعي أحدا من المغتصبين الذين يأخذون ملكوت الله بالغصب يسد الباب دونك، أسرعي، فعندما تنتهي المسابقة لا يعود من الممكن الدخول في المنافسات، لدى إغلاق السوق لا يمكنك أن تفتشي عن البضائع، وحينما تتم المقايدة لا يمكنك أن تشترك فيها. طالما الوقت متيسر أسرعي إلى الاشتراك في المعركة
لكي تتغلبي على أعدائك وتظهري ذاتك أهلا لتنالي إكليلا. ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رأفاتك أمح مآثمي، لأنك إن كنت سترحمني وتحررني من وجع الأهواء المزري فهذا يتم إن رحمتني، فآنذاك سأطيع نعمتك برغبة. إن كنت ستفعل هذا بحسب عظمة صلاحك فحينئذ ستحررني. إن كنت ستسكب علي صلاحك فسوف أخلص. أنا واثق بأن هذا ممكن لك. أعرف أنك قد غفرت وتغفر لكل الذين يتجهون إليك من كل قوتهم. أعترف أني قد تمتعت سلفا بمنافع نعمتك على دفعات كثيرة، لكني في كل مرة كنت أرفض نعمتك وأخطئ بصورة لم يخطئ بها أحد إليك. لكن أنت يا من أقمت الموتى أقمني أيضا أنا الممات بالخطية. أنت يا من شفيت الأعمى أنر عيني قلبي المكفهرتين. أنت يا من خلصت آدم من فم الثعبان انتشلني من حمأة آثامي، لأني أنا أيضا أنتمي إلى خرافك، وإن قد كنت سرت طعاما للأسود باختيار الحر، لأني أنا أيضا أنتمي إلى خرافك، وإن كنت قد سرت طعاما للأسود باختيار الحر. الخطايا صنعت مني كلبا، لكني سأصير ابنك بعد أن أشفى بنعمتك. لقد طرحت خارجا مثل جثة، لكن إن شئت هكذا فسأعاد إلى الحياة. أعرف أني خطئت عن وعي، لكن ادخرت قديسيك ليصلوا من أجلي. أعرف أني تجاوزت كل حد بخطاياي، لكن يستحيل أن يعلو المرء على صلاحك. أنت يا من فضلت العشار فضلني أنا أيضا. أنا الذي أدرك أني قد تجاوزت الحد جدا في الأفعال الخسيسة. أنت يا رب رحمت زكا الذي كان غير مستحق، هكذا ارحمني أنا غير المستحق أيضا. كان بولس حينا ما ذئبا وطارد خراف قطيعك، لكن بحسب نعمتك صار راعيا اهتم بالخراف باجتهاد. أعرف أنه خطئ عن جهل وأنه منح مغفرة خطاياه ونعمة كثيرة بسبب جهله، لكن أنت يا رب دن خطيئتي المرتكب عن معرفة وارحمني بحسب نعمتك الوافرة جدا. طوبى للذي أنار عيني قلبه ويرى الرب دائما في ذاته كما في مرآة. مثل هذا سيعتق من الأهواء والأفكار الشريرة. طوبى للذي يحب الكلام الصالح والجميل ولكنه يكره الكلمات المخزية والمفسدة، لأنه لن يسبى من قبل الشرير. طوبى للذي يرشد قريبه في مخافة الله ولا يغري نفسه، لأنه دائما حارس عصا الراعي العظيم الحديدية. طوبى للذي يطيع قريبه بحسب مشيئة الله ويعاني الإهانة بامتنان. مثل هذا سيكلل كمعترف للرب. طوبى للذي يحب التقشف بحسب مشيئة الله، والذي لا يخضع للدينونة كشهواني فاسد بحسب بطنه. مثل هذا سيتعظم في الرب. طوبى للذي لا يسكر نفسه بالخمر
بل هو مبتهج دائما في تذكر الرب الذي فيه يبتهج كل القديسين على الدوام. طوبى للذي يدبر ممتلكاته بحسب مشيئة الله، والذي لا يضع نفسه عرضة للإدانة من المخلص كبخيل يفتقر إلى الرأفة بقريبه. طوبى للمتيقظ في الصلاة والقراءة والأعمال الصالحة، سوف يستنير ولن يرقد حتى الموت. طوبى للذي صار شبكة روحية رائعة واصطاد الكثير لمعلمه الصالح بمثابة عظيم سيمدح في الرب. طوبى للذي صار مثالا رائعا لقريبه، والذي لم يجرح ضمير زملائه الخدماء بأعمال شائنة، إنه سيتبارك في الرب. أيها القاضي الذي قضاؤه عادل والذي كل خفي معروف لديه، لا تدني عند قضائك العادل حين تنكشف كل الأسرار. الزانية بالدموع التي أحضرتها إليك أتلفت سجل تعدياتها، ها أنا ذا أيضا أحضر إليك عطية من الدموع، تقبلها مني يا رب كما قبلتها منها. لقد خدعني الشرير بملطفاته وسبى عقلي بإغراءاته، أقصه عني أنا البائس يا ربنا، اختطفني من يديه كي لا يمزقني إربا إربا. أحكم علي يا رب وهدئ نزاعي مع العدو الذي لا يرحم، لقد جعلني هدفا لسهامه بحسب رأفتك، فلتخترقه تلك السهام بدلا مني. كن معينا لي يا رب لأني بائس ولا معين آخر لدي. لا تدع العدو يراني مهزوما ويهزأ بي كما هزئ من أمنا الأولى. الويل لي إذا انكشفت كل أسراري وأخضعت للتفحص آنئذ، عندما لن يؤخذ بأي تبرير. إن روحي ترتعد يا رب لأني أسمع أن النار ستلتهم العصاة وأنا عشب وقش، وإذا اعتبرت يا رب خطاياي فسوف أفنى. ليدركني أنا البائس صلاحك يا رب الذي رفعك مرة على الصليب لفداء جنسنا، لكي أنعم بمغفرة خطاياي. لقد فديت الكل يا يسوع بدمك، وبموتك ربطت المخاصم القوي. حررني من قيود الشرير، حطم أصفاده وربطه، وبخه توبيخا يجعله ينسحب مني أنا البائس، لكي لا تتحقق إرادته فيا. اجعل مشيئتي موافقة لمشيئتك يا رب، يا من تمزح خطاياي بحنوك. لا تتركني بين يدي فاعل الشر ولا تعطه سلطانا علي، لأنك أعددت جسدك ودمك طعاما من أجلي، وصليبك قد انطبع في جبيني. قوني يا رب لأني ضعيف، أمحو تعدياتي لأني قد خطئت كثيرا. اجعل حواسي عفيفة لكي تتبع الطريق الملوكي بخضوع وبدون ترنح،
فليضئ نورك في أفكاري، ولتستنر بأشعتك، وليفرحها شعاعك البهي، لأنك أنت الشمس التي تنير الكل. طهر لطخاتنا بزوفاك، اغسل قروحنا بدمك، قدس أعمال أفكارنا الخفية بجسدك. السبح لك يا من فديت الجنس البشري الذي هلك، ورفعته على منكبيك، وحملته إلى بيت أبيك. نفسي تتلوى، وأجزاء الداخلية تتمزق. أين أجد الدموع؟ أين أجد الانسحاق والآهات؟ فأتفجع بحق على حالتنا اليتيمة، وعلى ندرة القداسة بيننا. إني أرى يا سيد أنك تأخذ قديسيك مثل ذهب مصطفى من العالم الباطل إلى استراحة الحياة، مثل مزارع يرى ثماره قد نضجت جدا، ويسارع بحكمة إلى تجميعها حتى لا تفسد ولو بأقل مقدار. هكذا تجمع أنت أيضا يا مخلص مختاريك الذين تعبوا بحق، ومع ذلك نبقى نحن الكسالى والضعاف الإرادة مقسمين، وثمارنا لا تنضج أبدا، إذ ليس لدينا العزم لنتعب بدون توفير أنفسنا لكي ننضج في الأعمال الصالحة ونجمع باستحقاق إلى مخزن الحياة. قل الويل لي وحسرتاه يا نفس، وابك لأنك تركت يتيمة وأنت يافعة من قبل الآباء الذين لا عيب فيهم والنساك الأبرار. أين هم أباؤنا؟ أين هم القديسون؟ أين هم الساهرون؟ أين هم اليقظون؟ أين هم المتواضعون؟ أين هم الودعاء؟ أين هم الذين نذروا الصمت؟ أين هم المتقشفون؟ أين هم الذين بقلب منسحق وقفوا أمام الرب في صلاة كاملة مثل ملائكة الله؟ لقد انطلقوا منها هنا لينضموا إلى إلهنا القدوس بمصابيحهم المتوهجة بالتقاد. الويل لنا، أية أزمة هي هذه التي نعيش فيها؟ إلى أي بحر من الشر قد أبحرنا؟ لقد دخل آباؤنا إلى ميناء الحياة حتى لا يروا الآلام والإغراءات التي تنتابنا بسبب خطايانا. إنهم مكللون، أما نحن فهاجعون. نحن ننام وننغمس في ملذات أنانية. أشفق علينا يا رب، اجعل أفكارنا التي تهيم باطلا صاحية. امنحنا انسحاقا ودموعا لتلقي بعض النور على عمى قلوبنا، فنرى الطريق الذي سلك فيه آباؤنا عندما اتبعوك. امنحنا الرغبة والقوة لنسلك في هذا الطريق نفسه، حتى ننال نحن أيضا معهم نصيب المخلصين لمجد اسمك.